حبك الله الذي أحببتنا فيه. بس احكي يا شيخ، ليه حضرتك ما بتردش على الناس اللي يعني اللي بتصير حولك وبقية العلماء الأفاضل اللي والله يعني بتحاول فيها تشويه الصورة والكلام ده كله؟ أجيبك للآتي ذكره. أولا الحمد لله والصلاة على رسول الله، لماذا لا نجيب على الكلام الذي يثار حولنا والافتراءات التي تثار حولنا؟ فهذا للآتي ذكره. أولا نعتقد تمام الاعتقاد أن الله يدافع عن الذين آمنوا، تسمعني؟ أيوة أسمع حضرتك. هذا أولا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم إن المتكلمين على أقسام، متكلم يريد الوصول إلى الحق ولبست عليه بعض الأمور فهذا نجيبه والحمد لله، ولكن لا نسمي أسماء لأن ليس من منهجنا على هذه الصفحة أن نسمي أسماء أشخاص، ولا من منهجنا على القنوات الفضائية أن نسمي أسماء أشخاص إلا في الضرورات القصوى. هذا أولا. فإذا كان ثم شخص له انتقاد نشكره ونقول جزاك الله خيرا، كلنا بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، والاستدراك وارد على أي شخص، فنجيبه بعد مراجعة الانتقاد الذي ذكره ومذاكرة الانتقاد، وبعد ذلك نجيبه، لكن لا نسمي أسماء. ثانيا، صنف من هؤلاء الناس سبابون شتامون، فنحوهم نقول إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله. صنف ثالث كذاب، كذاب يفتري علينا الكذب، فنقول إن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق كذبوا عليه وقالوا له ولد وقالوا له شريك في الملك، والرسول كذبوا عليه وافتروا عليه أحاديث كاذبة لم يقلها، فنبين أن هذا الشيء افتراء وكذب. لكن الشيء الرابع أن لا أتتبع هؤلاء، لأن تعرف من يتكلم: العلمانيون يتكلمون، الصوفيون يتكلمون، الأشاعرة يتكلمون، السبابون الشتامون يتكلمون. سأنصرف عن الكتاب والسنة إذا استدركت لمثل هذا. لعلك سمعتني. السلام عليكم.